يعني حتى لو نرجع على المطار كركوك اللي تم بالفعل إعلان افتتاحه، لكن أيضا هناك من يريد عرقلة الافتتاح بعد يوم واحد. يعني هاي الإشكالية بالمطار اللي صارت وأيضا مع شركة فلاي بغداد، سبب الهجوم على المطار ليش سيد مروان؟ يعني المطار دعينا لا 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 نخوض بقضايا واضحة المعالم لدى الرأي العام جميعا. يعني احنا نتكلم عن حلم كل مدينة في العراق وكل مدينة في العالم تحلم ان يكون لديها مطار. يعني ست مطارات بالعراق، ست مطارات بالعراق، والمفروض كركوك ايضا كموقعها استراتيجي المفروض يكون مطارها موجود. كركوك في يعني القرن الماضي في المطلع القرن الماضي كان لديها مطار، والمطار فيه رحلات إلى بيروت وإلى لندن وإلى العاصمة بغداد. فبالتالي ذاكرة أهل كركوك وتاريخها اللي عمل بالآي بي سي اللي هي شركة نفط الشمال كان يتذكر مطار كركوك وعمل مطار كركوك. هذا الحلم بعد العام 2003 يعني بدأ ينمو في أذهان أهل كركوك. لماذا نحن نحرم من وجود مطار يجعل كركوك في الواجهة الدولية؟ حقيقة السيد محافظ كركوك واحدة من أولويات عمله بعد العام 2017 مباشرة هو عمل على تحقيق هذا الحلم، وأنا شاهد بأكثر من 200 اجتماع ولقاء وزيارة للعاصمة بغداد للجهات المختصة في كل مفاصل الدولة العراقية، وأيضا الاجتماعات واستقبالها لضيوف للجان لمختصين. هذا المطار أحيل عن طريق الاستثمار، أنجز بشكل كامل. لا يمكن للمطار أن يعمل في ظل الضوابط والتعليمات المعتمدة لدى سلطة الطيران المدني العراقي إلا بعد أن يستوفي الشروط الفنية للعمل، وبالتالي هو استوفى الشروط للعمل. وكنا على مع السيد محافظ كركوك والسادة أعضاء مجلس النواب في أول رحلة من العاصمة بغداد إلى كركوك، ومن ثم أول رحلة للخطوط الجوية التركية، والجميع يعلم أن هذه الخطوط تعمل في جميع دول العالم، لا يمكن لها أن تفتح مسار أو خط إلا بعد أن تتأكد من سلامة المطار ونجاحه في العمل. وبالتالي كانت أولى الطائرات الدولية التي حطت في أرض كركوك هي طائرة الخطوط الجوية التركية. فبالتالي طبيعة كركوك وتاريخها والتعقيدات التي فيها تجعل هنالك بعض الآراء بعض الرؤى المعينة، لكن المطار يقدم خدماته لجميع مواطني محافظتنا الأعزاء من جميع مكوناتهم الكريمة، سيسهم في تنشيط الواقع التجاري والاقتصادي والاستثماري. حلم في أذهان مواطني محافظتنا، من حقهم أن يتحقق هذا الحلم. بالفعل كان اللقاء معك سيد مروان كان حول افتتاح المطار، وقلنا إن شاء الله خلال هاي الأشهر ينفتح.